كريم بامبو. كريم بامبو مفتاح مهم جدا 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 واخطر لعيب في النادي الاسماعيلي. يمكن كريم بامبو لو شفنا ازاي هم مع كابتن محمود جابر لعبوا 4 مباريات في الدوري وفي الكاس، لعبوا في الدوري 3 مباريات وفي الكاس مباراه واحده، يمكن هم سجلوا 3 اهداف منهم هدفين من تحركات كريم بامبو من الثلاثه وهدف ضربه جزاء. يمكن احنا عايزين نتكلم تحديدا على كريم بامبو. كريم بامبو بكره يمكن اخطر لاعب على النادي الاهلي هو كريم بامبو. معلش يا دكتور قبل بس ما تكمل كلامك من فضل حضراتكم خدوا بالكم بس من الكلام ده، واتمنى طبعا الكل ياخد باله لان احنا تقريبا قلنا نفس هذا الكلام في مباراه ام بي السابقه، ان كان الدكتور احمد ثابت وبعد كده تامر وبلال وكابتن فتحي الثلاثه او الاربعه قالوا الكلام اللي بيحصل وحصل بالفعل في المباراه، فناخد بالنا بس من الكلام ده. طبعا يمكن نبص بقى على كريم بامبو. كريم بامبو ده مهم قوي في جملتين. كريم بامبو تحركات كريم بامبو للعمق بكره مهمه جدا جدا جدا. اول حاجه كريم بامبو هنا الجناح اليمين اهو، ده الجناح اليمين هنفترض ان هو عبد الرحمن مجدي اي حد او محمد الشامي او اي حد هنا، وهنا ده كريم بامبو. كريم بامبو دايما بيتحرك لجوه. بيطلب الكوره، في كوره بتتعمل محفوظه سويتش بيتعمل بيخش للعمق كده، ادي الجناح اليمين اهو، ده الجناح اليمين. لا دي اول صوره معانا، دي كربونه، هات الاول بعد اذنك على السبوره يا استاذ سمير. بص هتلاقي هنا عبد الرحمن مجدي اهو على السبوره اهو، عبد الرحمن مجدي بيجي يتحرك اهو، وكريم بامبو بيدخل للعمق اهو. كريم بامبو بيجي لجوه بيطلب الكوره، بيبقى وراه بنسون شلونج اهو هنا بالظبط، يقوم مفوتها له، وبعد ما يفوتها يقوم واصله للمهاجم، المهاجم يقوم لاعبها من ورا المساك ده توصل لكريم بامبو يشوط. لو عرضنا الصوره ادي اول صوره معانا اهي بالظبط، كريم بامبو هو اللي واقف ناحيه الشمال خالص، الجناح الشمال بيعمل ايه؟ بيطلب الكوره من عبد الرحمن مجدي، بيدخل لجوه للعمق. تحركات كريم بامبو للعمق مهمه جدا بكره لمحمد هاني لو بدا باك رايت، لان متوقع ان احمد فتحي يخش في وسط الملعب سواء او حتى احمد فتحي باك رايت، لازم يخلي باله من تحركات كريم بامبو. كريم بامبو اهو في الصوره دي بيطلب الكوره ليه داخل لجوه من الباك الايه، من الجناح اليمين. الصوره اللي بعدها هنلاقي كريم بامبو اهو دخل للعمق، فوت الكوره لشلونجو هيفوتها خالص كريم بامبو، ويقطع ورا المساك الشمال، يقطع جوه يقوم شلونجو لاعبها له سويتش جمله متحفظه. الصوره اللي بعدها هنلاقي ايه، كريم بامبو دخل جوه. خد بالك دي طريقه لعب النادي الاسماعيلي خلال الفترات اللي فاتت، سواء مع كابتن محمود جابر، مع فلان، مع فلان، مع فلان، خلال الثلاث اربع خمس مدربين اللي تعاقبوا. كريم بامبو، كريم بامبو اكتر. لا الصوره اللي بعد كده برضو ده كان في الاتحاد السكندري. أيوه. الصوره اللي بعد كده ده الداخليه الماتش الاخير، هنلاقي ان محمد الشامي اللي معاه الكوره، محمد الشامي اللي احنا قلنا فكره المهاجم الوهمي، نزل لورا خالص وفضى سحب معاه المدافع اللي هو اخر واحد على اليمين، وكريم بامبو لسه هيقطع للعمق، هيتحرك من الجناح الشمال للعمق. فبص كريم بامبو اهو جاي بيقطع من الجبهه الشمال للعمق دايما. الصوره اللي بعدها هنلاقي بص كريم بامبو حضرتك وصل فين؟ اهو قرب من منطقه الجزاء، هيقوم لاعبها له محمد الشامي تمريره لكريم بامبو. اذا الجبهه اخطر حاجه في الاسماعيلي في الفتره الاخيره تحركات هذا اللاعب كريم بامبو. كريم بامبو من اللعيبه المميزه بالتحركات للعمق والفينش بتاعه كويس قوي. يعني هو جايب 5 اهداف السنه دي في الدوري. أو دخل جوه منطقه الجزاء وسجلها، بص كان فين بقى فين؟ اذا كريم بامبو اخطر لاعب غدا يعني قدام النادي الاهلي. كريم بامبو طبعا شولونجو مهاجم قناص مميز قوي ان هو بيتحرك لتحت برضو، ومحمد الشامي بيطبق نفس الفكره، يبقى اذا اهم حاجه بكره اتكلمنا فيها ان شولونجو او المهاجم الوهمي سواء بدا بمحمد الشامي هي نفس الفكره، محمد الشامي او شولونجو بينزل يسقط يسحب معاه مثلا ياسر ابراهيم ويفضل المساحه ورا لكريم بامبو، او اللعبه الثانيه زي ما اتكلمنا قلنا ان كريم بامبو بيقطع لجوه بتتلعب له بيفوتها. طيب. لشلونجو اللي بيسقطها لمين؟ لكريم بامبو. تمام.